هلأ برد قلبي شوي، بس خايفة يفشكي القهرو من هيلقى بميرنا بيجيب لها أجلها. أمي مو قدراني أستنى هون، كل دقيقة بتمر علي بخاف يوصلني خبرها. تعي نلحقهم على اسطنبول. بالله عن جد؟ بلشي بكرة، حضري الجوازات والوراق وكل شي، لازم نروح ونخلصها لميرنا، وإذا بده يموتها يموتني قبلها. تعبت كتير اليوم، يلا خلينا نسكر. جلنار عم تتعشى مع سينام؟ ايه. مطعم مأكولات شعبية. سكرنا، آسف. يعطيك العافية كمال بيك، مو هيك؟ أنا حسن دوغانتور. أهلين، وأنا كمال. الحقيقة ما قلي نفس بالمرة قلك شرفنا. تفضلي. بأي وش جاي لعنا؟ ماشي لميس، أنت روحي على البيت. ماني رايحة لمحل، أصلاً نحن ما بنحكي مع هيك واحد. كمال ما في مصيبة إلا إجتنا من وراهن، رجاءً لا بقى تزعجنا بعد هلأ. بصراحة جيت لهون مشان أعتذر منكن، تسمحوا لي فوت لعندكن وأقعد شوي. تفضل. من يوم اللي هربت ميرنا عيوني ما شافت النوم. ممنونكن كتير، يمكن ميرنا حكت شو صار، بس على القليل اسمعوا مني. أنا أب يا جماعة الخير، أنا أب وبنتي وطت لي راسي، بس لازم تسمعوني. عادي. مهما كان الموضوع كان لازم تخبرني، ما بيصير تتصرف على كيفك. طيب خبرتي الشرطة؟ لا، أهلي كان بدهم يشتكوا بس أنا ما خليتهم. عملتي منيح. مشكلتهم مو معكم، هدول بدهم هديك البنت. شو كان اسمها؟ اسمها ميرنا. ميرنا، والله شي غريب. أخذوا جل النار لمحل مليان حراس. ايه، وفكوا لي عيوني وصوروني بالتليفون. أكيد لهم زعيم. ما بعرف، لما عرفوا رح وجع لهم راسهم تركوني. أيوة، آسف على الإزعاج، خبروني من المستودع، زاهر حالته سيئة، شو نعمل؟ حلوة أنتو، بس خليهم يعملوا اللازم. وبعت لهم عصمات؟ تمام هيك، خليهم ياخدوه على مؤسساتنا. على عيادة؟ إيه، خليهم يفحصوا منيح وعطوني النتيجة فورا. أمرك. جايينا رجل أعمال أجنبي، قلتلك عليه، بدي أطلب منه يدعم مشروعي. حضرتك شو بتشتغل بالضبط عمو مدحت؟ أعمال حرة. ست متجوزة هربت من جوزها، حط حالك محلي، شو بتعمل؟ ليش تجوزها لواحد ما بدها اياه؟ من شان سعادته، الشاب منعرفه رفيق ابني بالعسكرية، كتير منيح ووضعه المادي ممتاز. معناتها انت بعت بنتك، ميرنا عم تقول الحقيقة. هاي وحدة حقيرة، وكمان إلى وش تحكي هالقليلة الحياة؟ لا تعيط، وطي صوتك. انت غلطان ولهيك وقعتوا بالمشاكل. وإذا لازم تجي تسلم حالها لجوزها. هذا بده يموتها، كيف ترجع؟ لا، معصب شوي، كذب الحكي. بدك أكتر من إنه خطف بنتي جلنار وقال ما برجع لترجع ميرنا؟ عامل عصابة، شو فكر أنت؟ الموضوع أكبر من هيك بكتير. ما لي خبر بهالقصص،
ليش شو صاير؟ خطفوا بنتي صغيرة جولينار، هذا معقول؟ لو تعرف قديش خافت البنت وما رضينا نخبر الشرطة. الله يسلمها. يا الله كيف بيعملوا هيك هالبهايم؟ والله العظيم ما دريت بهيك قصة. شوف حلفت يمين ما أتدخل، بس لآخر مرة بقلك خلي ميرنا بحالة، تطلق رسمي وتروح تتجوز من اللي بتحبه، بالزور ما بيصير. نزل المسدس، نزلوا. يلا خدوا. معلم شو معفسين كمان ولا؟ معلم زهر مصاب، رجال خليل قوصوا. بسرعة على المشفى تبعنا، يلا بسرعة. زهر خلصنا خلصنا، لفتنا خلص زهر. كيفك يا سبع؟ نزف كتير يا معلم. وانتو كيف عرفتوا بمكاننا؟ حبيبي نحن لنا عيون وأذنين بكل مكان. يلا امشي خلينا نهرب من هون، في حراس برا. لا كلهم هربوا، يلا جود. معلم زهر رح يموت، جرحه خطير كثير. رح نزعفه، ما صار الا وخبصته. لك شو بدي احكي هلا؟ معلم